هلال محمد البحري مديرة الرئيس المنتدى الإنساني اليمني. جمعية صنعاء. جمعية صنعاء. الآن محمد يرحب محمد كلمة لك محمد أوكي. حنستمع الآن لكلمة الدكتور محمد. طبعاً الدكتور محمد التقيناه في بريطانيا وكان حقيقة من الأشخاص الداعمين للمنتدى الإنساني اليمن وأيضاً للعمل الإنساني في اليمن ولديهم فرع الآن موجود في اليمن بيعملوا الحمد لله في هناك عمل بتميز وحابين يبدأوا بشكل كبير جداً في اليمن وإن شاء الله وجوده اليوم معنا هو باكورة العمل بإذن الله في اليمن والعمل مع منظمات المجتمع المدني بشكل كبير جدا. نستمع الآن إلى كلمة صغيرة إلى الشباب والمنظمات المجتمع المدني من الدكتور محمد لهذا المجال. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أنا سعيد جدا بوجودي معكم اليوم وهذه ليس الزيارة الأولى لليمن، طبعا هذه الزيارة ربما الخامسة أو السادسة لليمن، لكن في السابق كانت زياراتي من خلال مؤسستي السابقة الإغاثة الإسلامية، وأظن كلكم يعني في الإغاثة الإسلامية، والآن في مناسبة وجودي مع يومن أفيل فقط منذ شهرين، فهذه أول زيارة إلي كمدير للبرامج في العالم في هذه المؤسسة، هي أول زيارة اليمن. وطبعاً لا أريد أن أعلق لماذا اليمن، ولكن جميعكم يعرف بأن اليمن فعلاً وأنتم أهل اليمن، فهي أصلاً يعني بالإضافة أنه هي يعني بلد تعاني الآن من في الجانب الإنساني والوضع الإنساني الكارثي التي تمر به اليمن على مختلف الأصعدة، وهذا طبعا نحن كمؤسسات إنسانية يستوجب منا التدخل والعمل بكل ما نستطيع حتى نقدم ولو الشيء اليسير من أجل إخواننا وأهلنا في اليمن. بالإضافة أنه نحن في مؤسسة Human Appeal ليس مؤسسة جديدة في اليمن، منذ سنتين ونصف أو ثلاث سنوات نحن موجودون هنا في اليمن الحمد لله. لربما بعضكم يعرفوا المؤسسة كان على رأسها ما وما زال عبد الرحمن حسين كمدير تنفيذي. مرت طبعا المؤسسة ببعض التغيرات الإدارية، لكن إن شاء الله هذه زيارتي هنا لأتعرف عليكم، هذا أهم شيء، أتعرف على الوضع الإنساني المتجدد والمتغير، وإن شاء الله يعني نعمل مع بعضنا البعض في الجوانب المختلفة. بالإضافة أنه كانت في الأسبوع الماضي أو قبل أسبوعين كنا نحن والدكتور هاني في مؤتمر جنيف الخاص باليمن، ونحن بتواضع وبإمكانياتنا المتواضعة اللي إن شاء الله بنتمنى إنه نزيدها أكثر، قمنا بعمل أو بإعلان إنه خلال هذه السنة ما تبقى من السنة سنقوم بصرف $1,000,000 إن شاء الله في جوانب مختلفة على الأقل ما نستطيع فعله في الوقت الحالي. سنستمر في اليمن، سنطور اليمن، سيكون مكتب اليمن إن شاء الله هو من أولى، وهذا أنا وضعته ضمن الخطة الآن أن اليمن هي من الدول ذات الأولوية في العمل لدى Human Appeal، وإن شاء الله سأقوم بتحقيق ذلك على كافة الأصعدة من خلال مكاتبنا في العالم، مكاتبنا التمويلية، ومن خلال كل مصادرنا التمويلية ستكون اليمن هي إن شاء الله الأولوية الأولى. وأنا أعرف كما أنتم تعرفون بأنه المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الجميع يعرف بأنه اليمن هي فعلا هي دولة منسية في الإعلام،
وهذا يعني نحن ك يعني مسؤولون في المؤسسات الدولية، نحن كعرب ويعني مواطنين عرب يعني أشقائكم نشعر به بشكل كبير. وحينما يعني لا يوجد إعلام، لا يوجد أي أخبار في التلفزيونات وفي الإعلام، فتهمش القضايا الأساسية والإنسانية الكبيرة واللي هي إحداها اليمن. ويوم ما زارنا الدكتور هلال والأستاذة نهى في برمنغهام، أنا كنت معهم وقمنا في عمل محاضرة في صغيرة أمام الكوميونيتي اليمنية في برمنغهام، وأنا قلت لهم يعني حاجة خاصة ممكن أعيدها عليكم. أنا قلت لهم أنا فلسطيني ومن غزة، وما زال فلسطيني من غزة يعني، ولكن أعيش في بريطانيا، لكن المأساة التي يعيشها أهلنا في فلسطين وأهلي في فلسطين وفي غزة، حينما من خلال زياراتي لليمن والوضع الكارثي الإنساني الموجود في اليمن، اليمن الوضع فيها أقصى وأصعب مما هو موجود في 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 فلسطين حاليا على الأقل. ولا أريد أحكي بالجانب السياسي ولا أي شيء في هذا الجانب، لكن أنا بحكي عن الجانب الإنساني فقط، هو فعلا الملح، وواجبنا جميعا للعمل في ضمن خدمة مجتمعنا، خدمة أهلنا في اليمن إن شاء الله. وأنتم طبعا هم أنتم على رأس هذا العمل، ليس المؤسسات الإنسانية الدولية ولا الأجانب الذين يأتون هنا لعمل الخطط ولا غيره. نحن نؤمن بالشراكات، ونحن نؤمن بالشراكات المحلية بالذات، وهذا سنعززه. ويمكن على الأقل نحن في هيومن أبيل لو تعرفوا أنه نعمل حوالي في 20 دولة في العالم، منها ما يزيد من حوالي 13 دولة نعمل بها فقط من خلال شركاء محليين. وهذه طبعا يعني على الأقل بوجودي أنا كمدير جديد في هذه المنظمة في العمل مع الشركات والمنظمات والمكاتب، إن شاء الله أنا سأعزز هذا الجانب، لكن ضمن خطط واضحة، وإن شاء الله يعني تعزز عملنا بالشركات المحلية وتعزز عملنا بالجانب الإنساني والتنموي، ليس فقط الإنساني أيضا التنموي. نتمنى إن شاء الله يعني نلقاكم أو تكون زيارتنا هذه يعني جزء نتعرف فيه على عملكم وعلى مشاكلكم وعلى همومكم. وإحنا يعني أنا بتخيل دكتور هاني هو طبعا يعني سيتكلم إن شاء الله بشكل أكبر يعني عن كل هذه الأمور، وهو يعني دائما لا يترك شيء إن شاء الله، لكن محتاجين فعلا أن نكون معا ونتعرف على كل الاحتياجات والجوانب الإنسانية والتي ممكن أن تنصحونا بها، ونأخذها إن شاء الله بمحمل الجد، سواء على مستوانا نحن في كمنظمة، لكن أنا دائما على تواصل مع المنظمات الأخرى، الإغاثة الإنسانية أخرى في بريطانيا. هذا كله أنا إن شاء الله بكل ما أستطيع سأنقله، وممكن أتواصل معهم بهذا الجانب. بارك الله فيكم وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا الدكتور، لقد أعطى نبذة مختصرة وربما أوفى بما هو موجود. حقيقة نحن كيمنيين فعلا نحس أن الكارثة اليمنية والمأساة اليمنية كارثة منسية، وما لاحظناه في بريطانيا وفي مؤتمرات أخرى هو فعلا ما تكلم به الدكتور، هو شخص ملامس للواقع بشكل كبير جدا. إن شاء الله بإذن الله أنه المرحلة القادمة المكتب موجود، وإن شاء الله يكون في هناك شركات زي ما تكلم الدكتور، والأخ المدير التنفيذي موجود ومقرهم أعتقد في صنعاء وقريبين في 60، وإن شاء الله بإذن الله نأخذ العنوان وأيضا نرسل لكم إيميل بشكل عام لكل الحاضرين بشكل كبير. الآن نستمع إلى كلمة الدكتور هاني البنا، كلمة مختصرة قد نسمع منه الشيء الكثير عن المأساة اليمنية المنسية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أنا سعيد جدا ان انا باجي اليمن مره ثانيه، ولكني متالم للوضع
ملايين اللي هم في كل مكان في اليمن مما يعانون من نقص في الغذاء والموارد الصحية والسلامة في البدن إلى آخره. أول زيارة لي في اليمن كان سنة 95 ولفيت اليمن بالعربية، حديدة وصنعاء وعدن وإب، وعلشان قضية البوسنة وشفت الأخوات اليمنيات والإخوة إزاي كانوا متفاعلين مع الكارثة الإنسانية في البوسنة في هذا الوقت، وإزاي كانوا بيدفعوا الملايين في الوقت المكان في اليمن. أنا عايز أكون يمني. أنا أسلفنا وتقدمنا على العالم كله. النداء بتاعنا النهاردة أريد أن أكون يمنيا انتماء وحبا وتقدير. اليمن لا تختصر، صنع حضارات مش فقط في اليمن، صنع حضارات في العالم وأفرز قيادات ذهبت لشرق المعمورة وجنوب المعمورة. فأنا ندائي اليوم، قلت لهم أنا منادي بنا النخاع كمان. اليمن يخلي الإنسان محمد مسؤولية. سألني أخ اسمه هادي باجابير، تعرفوه ولا ما تعرفوه؟ كنا نتكلم على الفيسبوك إلى آخره، فقلت له يعني لهادي لو كان بيسمعني أمري بقى إيه في أمن وأمان. قلت له ما ينفعش يا هادي الناس حتى لو ما كانش معك حاجة تقدمها لك، يعني وجودك أعطاهم الأشياء بعض الحاجة إيه؟ كان كلام من 3 أشهر. وتمنيت أنا سعيد جدا بيكم. ليه؟ لأن خلاص الحلم بالحق جاء المنتدى اليمني من ثاني في اليمن من أكثر من 10 سنين أو أكثر من كده كمان، وكنا مختلفين على أن يصبح وطني ولا دولي ولا فاونديشن، وإحنا بقينا صباع كده فيه نقعد نلعب ونتحكم فيه. فكانت الرؤية في الوقت ده هو وطني 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 إلى آخره. وكان ساعتها احنا قليلين نتنقل ما بين المؤسسات اللي بدأت المسيرة، لكن ما شايف النهاردة إن البذرة التي زرعت منذ أكثر من 10 سنوات أصبحت شجرة لا ثمار، وأنتم الثمار، وتتحولون هذه الشجرة إلى موائد إلى غابات، تنتشر ثقافة بناء المجتمع المدني. هي موجودة في اليمن منذ قرون عن طريق القبيلة، عن طريق العائلة، عن طريق الوداعة إلى آخره. فإحنا بد مننا أن نعتز. التحدي اللي أمامنا الآن أن نحافظ على يمننا، نحافظ على يماننا، نحافظ على تاريخنا، نحافظ على أمتنا، نحافظ على شعبنا. ده التحدي اللي كل واحد فينا لابد أن يضع نصب عينيه. ها؟ إن اليمن دي ملك اليمنيين بس، اليمن دي ملك العالم. إن العالم استفاد من اليمن وثقافتها، ولابد أن يستفيد مرة أخرى، ونحن في هذه الحاجة الشديدة من اليمنيين. نؤمن في الوقت الصعب اللي احنا عايشين فيه ده ان
الى هذا الكم الهائل اللي انتم عملتوه. مين اللي عمله؟ انتم صناع هذه المؤسسه، وانتم المحافظون على هذه المؤسسه، وانتم ممن سيحافظ على يمن. انا واخد الشراح. عارف مين الشراح؟ مش عارف مين الشراح؟ لا عرفت. قول له مين الشراح؟ اللي بيتزغرط. ايوه اللي بيتزغرط. هم مش عارفين مين الشراح، قول لهم مين الشراح؟ الشراح اللي بيتزغرط. زغرط يا الشراح. ها؟ اللي جاي ايام امبارح. الحمد لله. انت عارف حد؟ اليمن دي يمننا كلنا. ان شاء الله. وكلنا بنحبها وحنبنيها، وكلنا حنسعى حثيثا على نشر السلم الأمني في اليمن. لابد كل واحد فينا يشعر بمسؤوليته تجاه الوطن، تجاه التاريخ، تجاه الزخم الكبير. احنا مش قادرين نعرف قيمة بلدنا. حينما نعرف قيمة بلدنا سنضحي بالغير اللي انتم هتنشئوها. كل الامل في الله سبحانه وتعالى سوا تعالى وفيكم، وبين كل ان احنا الواحد يشوف ان احنا في وسط الصعوبات اللي احنا بنعاني منها، لاننا مصرون على ان نبني يمننا جميعا بكل الاطياف اليمنيه، بكل الخلفيات اليمنيه، بكل الثقافات والتعدادات اليمنيه اللي احنا بنتكلم عنها. ودي رسالتنا في المنتدى الإنساني، نحن نحافظ على بلدنا ووطننا وأهلنا وشعبنا، وحنبذل من أجل ذلك الغالي والنفيس لكي نحافظ على يمني أنا. أقولها ثاني؟ لا أقولها كمان وكمان بس لا تعليق. لا تعليق. يمننا حافظ على يمننا. أنا مش عايز أطور عشان هو قال لي ما تكلمش كتير. لكن لو في اي اسئله او اي شيء احنا يا خدامينكم، وانا مش تعبان، ده احنا جايين وواكلين وشربين ونايمين، وكانت الشرح بالزغره بس بالزغرات. الرحله 7 ساعات. لا انا سعيد جدا واقعد معاكم للصبح. انا جاي عشانكم، ومحمد جاي عشانكم، وروان جاي عشانكم، واحنا خدامينكم. احنا ايه خدامين؟ احنا ايه خدامين؟ لا 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 ده لا احنا انت خد الشرح وده بقى خدام. هاخد الشرح. على العموم طبعا زي ما قلت لكم، انا فعلا والله محرجين جدا انه الدكتور هاني رحله 7 ساعات، وكمان عارفين الانتظار يمكن حوالي ساعه في المطار. كثير من الامور اللي احنا فعلا حاسين انه احنا اليوم محرجين جدا من الدكتور ومن الدكتور. 7 ساعات في جيبوتي. 7 جو. نعم 7 جو. أول رحلة أجي على اليمن وتأخذ مني حوالي 25 ساعة. هذا. 25 ساعة. أول رحلة. لا. كنا دارين. مباشرة. أنا كنت. يعني 25 يعني يوم كامل. لا بس احنا سعداء. بس والله سهل يمكن. الحمد لله. لا احنا سعداء. وانا بقول لك اهو مكوش دعوه بماهر، انا قاعد الصبح. هلال. انا ماهر. عندنا صبني ماهر. على العموم. الصبح.